الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو جورنال بيرنج او تصميم كراسي المحور الزيتيه اللي هي بتعرف باسم الجلب او السبايك. في الاول هنعمل مقدمه عن هذا الموضوع، وفي البدايه هنتكلم عن اكسبريشن او تعبير اسمه اللوبريكيشن. لما بيطلق لفظ اللوبريكيشن بيبقى المقصود بيه هو استخدام زيت تزييت اللي هنسميه مزلق between two rubbing surfaces، يعني بين سطحين بينهم حركة نسبية، يعني زي الرسم اللي قدامي كده. لو عندي سطحين زي السطح الأخضر والسطح الأبيض بينهم في لود مؤثر على السطح الأبيض علشان اللي هو الجسم الصغير المربع اللي هو أنا رسم السكشن بتاعه كمربع صغير عليه حمل بيأثر عليه، وبالتالي أصبح السطحين دول مضغوطين على بعض. لو جه حصل حركة نسبية بينهم هيتولد هنا هو بينهم إيه لازم عشان لو هتحصل بينهم حركة نسبية لازم نحط في الوسط بينهم زيت اللي هي الطبقة اللي باللون البرتقاني اللي موجودة بين السطحين اللي هو عندي. الهدف الرئيسي من استخدام الزيت هو منع ظاهرة التقاء المعادن مع بعضها أو المعدنين المنزل اللي بينهم حركة نسبية مع بعض، اللي هي احنا بنسميها ظاهرة الميتال تو ميتال كونتاكت. فده الهدف الرئيسي من استخدام الزيوت. بالاضافة لكده فاستخدام الزيوت بتقلل لي من معامل الاحتكاك الناشئ بين السطحين، وبالتالي بتقلل ايضا من معدلات التآكل. وهنا احنا بنتكلم على معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك ده بينشأ عنه كل ما بيكبر كل ما بتبقى فيه انرجي لوس او طاقة بتفقد نتيجة ان الاسطح احنا عارفين اي سطحين بيبقى ليهم كل سطح ليه درجة خشونة معينة. الخشونة دي معناها ان كل سطح مكون من مجموعة من القمم والقيعان. القمم هي النقط العليا والقيعان هي القمم السفلى. لما السطحين بيبقوا بيتزحلقوا او بيتحركوا بالنسبة لبعض بينهم حركة نسبية القمم بتتلاقى مع بعض، ونتيجة الحركة اللي بينهم الاتنين مع بعض بيحصل احتكاك. الاحتكاك ده بتنشأ عنه درجات حرارة عالية. هذه الدرجات الحرارة العالية بتعمل حاجة احنا بنسميها local welding spots او نقاط لحام موضوعية او وضعية او في مكان معين. هذه النقاط ده هي نتيجة الحركة النسبية بعد ما بيحصل عملية الويلدينج او الالتحام بتبتدي تنفصل عن بعض، ودي احنا بنسميها ايضا ظاهرة الستيك سليب فينومينا، ظاهرة اللحام والانزلاق. وبالتالي احنا بنستخدم الزيت بنقلل معامل الاحتكاك علشان نقلل معدلات الوير، بالاضافه لان الاحتكاك الحراره اللي بتنشا منه نتيجه الانرجي اللص فيها بتؤدي الى رفع درجه حراره الجسمين، وبالتالي بتؤدي الى تخفيض الميكانيكال بروبرتيز بتاعه هذين السطحين. بالنسبه للجورنال بيرنج بيتولد حاجه احنا بنسميها ويدج. الويدج دي بتتولد بين السطحين اللي بينهم حركه نسبيه. في هذا الويدج جوه الزيت، هذا الويدج او هذا ممكن نسميه اسفين، يعني مكان ضيق بتولد فيه ضغط. هذا الضغط بيؤدي الى انه يبعد السطحين عن بعض، زي الصوره الواضحه قدامنا دي. دي الصورة دي بتوضح لي بطريقة مبسطة ظاهرة الويدج افكت. فمثلا دلوقتي لو نتخيل دلوقتي اللي عندنا الصورة اللي على الشمال دي بتاعة لانش بيتحرك بسرعة عالية على سطح المية. فبنلاحظ اللانش هو بيتحرك بسرعة عالية بنلاقي ان حرفه الامامي بيطلع لفوق، ده نتيجة السرعة العالية اللي بيخش بيها الزيت، فبيتقلد فيه بريشر. ده اللي هنسميه الويدج افكت. هذا البريشر بيروح رافع لي سطح القارب او اللانش عن سطح الميه. نفس الكلام لو انا استخدمت هنا اسفين زي الاخضر دون ودقيته في جذع شجره في الاتجاه من اليمين للشمال، بلاحظ ان جذع الشجره بيبتدي ينفلق الى نصين نتيجه البريشر اللي بيتولد فيه، بيبعد لي الاثنين النصفين عن بعض. هي دي ظاهره الويدج افكت. دي برضو نفس هذه الظاهرة هي دي اللي بتنشأ في الزيوت بين الأسطح المنزلقة.
وبالتالي في عندنا طريقتين ممكن احنا نستخدمهم في عملية تكوين الفيسكاس لير او طبقة الزيت بين في الفراغ اللي بين العمود والجلبة بتاعتي. الطريقة الاولى اللي هي عن طريق ان احنا بندفع الزيت under pressure في الكليرانس اللي بين الاسطح، بشرط ان هذا البريشر بيكون قادر ان هو يعادل او يقدر يرفع العمود او الجورنال بتاع العمود بالاحمال اللي عليه، ما يكونش على بشرط ان هو ما يبقاش في كونتاكت بينه وبين الجلبة، بمعنى ان الزيت ده هو بيكون هو الفاصل بين الاثنين او بتبقى مخدة او طبقة فاصلة بين الاثنين. عشان احنا نوصل لهذا التكنيك احنا بنستخدم هنا هو دايرة تزييت، دايرة اللي بيبقى فيها الوحدة الرئيسية اللي فيها هي ترومبة او بامب، والبامب دي بتسحب من كونتينر، بس بين الاثنين بيكون فيه فلتر. الفلتر ده الهدف منه انه بيشيل اي شوائب من الكونتينر قبل ما توصل للترومبة، وبعد كده الترومبة دي بترفع الزيت في مجموعة مواسير لغاية لما توصل الى الكرسي، وتدخل الزيت under certain pressure بضغط معين، هذا الضغط بيبقى كافي ان هو يرفع لي الجورنال عن الكرسي، وبالتالي الزيت بعد بيخش الكرسي بيرجع تاني في مواسير تانية على الكونتينر، وتفضل الدائرة ايه مغلقة ومستمرة. الكونتينر برضو بيكون ليه هدف رئيسي، وهو انه بيكون سطحه كبير، وبالتالي بيعمل عملية تبريد للزيت، لان الزيت بياخد الحرارة بتتولد في منطقة الكرسي وبيمتص هذه الحرارة وبيبتدي يفقدها في الايه في الكونتينر. دي الطريقة الاولى. اما الطريقة التانية by creating certain condition under which this ability arises in the fluid layer itself. الطريقة التانية ان احنا بنبقى بنشغل الكرسي عند ظروف تشغيل معينة، هذه الظروف بدون ما يكون في fluid under pressure او lubricant under pressure، ممكن هذه الظروف تخلق لي ضغط معين او pressure معين في الجاب اللي بين الركبة او الجورنال بتاع العمود والجلبة، بشرط ان الزيت اللي بين الاثنين دول يبقى قادر ان هو يرفع لي العمود وما يبقاش فيه اتصال بين العمود وبين الجلبة. دول الطريقتين اللي احنا بنستخدمهم. بالمناسبة الطريقة الاولانية اللي احنا بنسميها hydrostatic lubrication، الطريقة التانية بنسميها hydrodynamic lubrication. الطريقة الاولى اللي هي فيها الترومبة ده hydrostatic. ليه hydrostatic؟ لان انا بضغط ببريشر خارجي، هو ده اللي بيولد لي القوة او البريشر او الستريسز او الشير ستريس في اللايرز بتاعت الزيت اللي في الجاب او في الكليرنس اللي بين الجورنال وبين العمود، بشرط ان ايه تبقى هذا البريشر قادر انه يرفع الجورنال عن الجلبة. في حين في الطريقة التانية ما بدخلش بريشر، ما بدخلش فلويد اندر بريشر، ولكن كل اللي انا بعمله ان انا بدخل بشغل الكرسي بتاعي عند ظروف معينه، من حيث الزيت، حيث نوعيته والفيسكوستي بتاعته، من حيث عدد الدوران، عدد اللفات اللي هو بيلفها الكرسي او العمود، من حيث قيمه الاكسنتريستي اللي موجوده، او بمعنى اصح قيمه الفرق بين قطر العمود وقطر الجلبه بتاعتي. هنا ان هو بيقول اهو the lubricant can be fed into the gap of the bearing at required pressure only by the use of a powerful pressure device. يعني اللوبريكانت بيقدر يوصل لده في الهيدروستاتيك، بيقدر يوصل للمنطقة بتاعت البيرينج عن طريق powerful device اللي هي الاير بامب، خلال through network of pipes and ways، عن طريق بعض المسارات مسارات ايه معينة. وبالتالي على وجه العموم فالجورنال بيرنج في الاصل بيتكون من جزئين رئيسيين. اول جزء هو تو سيرفيسز اللي هو الشافت والجلبه والبوش بتاعتي، شافت وجلبه او الجورنال والجلبه، وتاني حاجه ميديوم، والميديوم ده اللي هو الايه اللي هو اللوبريكانت اللي هو بين الاثنين مع بعض. الرسمات اللي قدامي دي بتوريني ثلاث رسمات لوضع جورنال او شافت والبيرنج بتاعه. هلاحظ هنا عندي حاجة، لو خدناهم من الشمال لليمين هلاقي أول واحدة مكتوب عليها ريست، تاني واحدة ستارت، تالت حالة رن، وبالتالي دول الثلاث حالات اللي بيكون الكرسي شغال فيهم. ايه هما؟
الحاله الاولانيه من ناحيه الشمال هي الريست، اللي هي في حاله ما اذا كان العمود عليه الاحمال بتاعته ولكن مش ما بيلفش. يعني ايه في حاله ايه؟ سكون. في حاله سكون معناها ايه؟ معناها ان الاحمال بتيجي مركزه على العمود، اللي هو الشافت اللي هو ممثل بالدايره الصغيره، وبيكون العمود بهذه الاحمال وبالتالي بيبقى ايه؟ ساقط لتحت وراسي على ايه؟ على الجلبه. هنا في هذه الحاله في ميتال تو ميتال، يعني الاحمال دي نتيجه ان مفيش دوران ومفيش ترومبه شغاله عشان تدي زيت تحت ضغط معين، هلاقي ان العمود ايه؟ مع الجرافيتي هيبقى ساقط وراسي على الايه؟ على الجلبه. الرسمه اللي في الوسط اللي هي في حاله الستارت اللي هو عند بدايه التشغيل، اول ما بيبتدي يحصل بدايه تشغيل بلاقي ان العمود بتاعي بيتحرك في اتجاه معين زي الواضح كده قدامي، بيحصل فيه نوع من الاكسنتريستي او خروج عن التمركزيه. وفي هذه الحاله دي، الحاله دي ما بتستمرش غير عدد قليل جدا من المايكرو سكندز، يعني فتره زمنيه صغيره، لان بعديها اللي هي في خلال العمود وهو في بدايه دورانه، من لما بيكون سرعته بيبدا من الصفر لغايه لما يوصل لما نسميه احنا بسرعه النومينال سبيد، او اللي هي السرعه اللي هو هيشتغل عندها، اللي هي هتظهر لي ايه في الحاله الثالثه في حاله الرن. وهنلاقي في حاله الرن اهو هنلاقي الاكسنتريستي بقت في الاتجاه اليمين، في هناك في الاتجاه الشمال في البدايه، يعني اول ما بتيجي يلف تلاقي الكرسي في حاله الستارت تلاقي العمود جه ناحيه الشمال، ومع تولد ضغط نتيجه البريشر اللي بتولد بين العمود وبين الجلبه هنلاقي العمود اتحرك في الاتجاه اهو ناحيه اليمين مع اتجاه الدوران، و بيتكون بريشر معين. هذا البريشر هو ده اللي بيبقى قادر على انه البريشر اللي احنا رسمينه بالخطوط البيضاء دون ده البريشر اللي بيتكون في الفيسكاس ماتيريال او في الفيسكاس فلويد او في اللوبريكان بتاعي، وده اللي بيرفع لي العمود ما يخليهوش في حاله التصاق مع الجلبه. وبالتالي فالفيجر دون بيوضح لي البوزيشن بتاع الجورنال بيرنج في ثلاث حالات. اول حاجه لما تكون السرعه بتساوي صفر اللي هو اللي على الشمال. ثاني حاجه في حاله الستارت، وفي حاله الستارت السرعه لا تساوي صفر، اكبر من الصفر ولكنها اقل من النومينال سبيد، والنومينال سبيد هي دي السرعه اللي هي المفروض ان الكرسي يشتغل عليها. والحاله الثالثه في الستيدي ستيت راننج اللي في حاله الدوران بالنومينال سبيد. دول الثلاث حالات اللي ايه؟ اللي الكرسي ممكن يتعرض لهم. وهنا لازم نلاحظ حاجتين او مكتوبين عندي ايه؟ ملاحظتين اساسيتين. ات كان بي نوت ذات، لازم نلاحظ في اول حاجه ان في كونتاكت بين الشافت والجلبه في حاله الريست وفي حاله الستارت اللي هي في الحالتين اللي على الشمال واللي في الوسط. ولكن دي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه ان في اكسنتريستي، الاكسنتريستي بتظهر في حاله الستارت وفي حاله الرن بس وضعها بيبقى مختلف. والاكسنتس دي معناها ان السنتر لاين بتاع الجورنال بيختلف عن السنتر لاين بتاع الايه؟ الجلده. دول ملاحظتين اساسيتين اللي بيظهروا في خلال عمليه تشغيل الايه؟ الرننج بتاع الجورنال بيرنج. نلاحظ ان قيمه الاكسنتريستي او الاكسنتريستي اللي هي الخروج عن التمركزيه اللي بتحصل بين العمود وبين الجورنال بتاعه، بين العمود وبين الجلبه بتاعته، دي من الحاجات اللي هي الرئيسيه اللي هو بيتوقف عليها الفانكشن بتاع التشغيل الجورنال بيرنج. والاكسنتريستي اللي موجوده بين العمود والجلبه توقف على مجموعه عوامل، هي مجموعه العوامل اللي ظاهره قدامي دي، اللي هي اول حاجه قيمه الحمل، يعني الحمل اللي موجود هل هو كبير او صغير. المقصود بالحمل اللي هو الحمل دبليو اللي هو الاكسترنال لودز اللي بتيجي من الاكسترنال فورسز وبتظهر لي كرياكشن موجوده على الشافت. دي اول حاجه. تاني حاجه الشافت سبيد، سرعه العمود هل السرعه كبيره او السرعه صغيره. تالت حاجه البروبرتيز اوف لوبريكانت اللي هي خصائص اللوبريكانت نفسه، هل اللوبريكانت دوت الفسكوستي بتاعته كام، النوعيه الاضافات الاديتيفز، لان في حاجه اسمها اديتيفز مضافه للوبريكانت. اي لوبريكانت بيتكون من جزئين، جزء حاجه احنا بنسميه البيز لوبريكانت او البيز اويل اللي هو الزيت الاساسي، وبعدين الزيت الاساسي ده بيتضاف له نسب معينه قد تتراوح بواحد لاثنين، ممكن يكون مجموعها ما بتزيدش عن 3 او 4% اللي هي الاديتيفز او الاضافات. الاضافات دي في منها اضافات كثيره جدا، وكل اضافه من دي بيبقى ليها خاصيه معينه. من ضمن هذه الاضافات
إضافات لتقليل معامل الاحتكاك وإضافات لزيادة المقاومة للتآكل اللي ممكن يحدث في الكرسي. ثالث حاجة اللي هي قيمة الكليرنس بين الجورنال وبين البيرنج اللي هو البوش. قيمة الكليرنس يعني معنى كده ايه؟ قيمة اللي هو الفرق بين قطر العمود وقطر الجلبة، يعني طبعا احنا عارفين قطر الجلبة عادة بتبقى أكبر من قطر العمود بحاجة احنا بنسميها الديامترال كليرنس. ورابع حاجة درجة حرارة التشغيل، لأن درجة حرارة التشغيل بتأثر تأثير أساسي في خصائص اللوبريكانت، لأن كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما الفيسكوستي بتاعة اللوبريكانت بتقل، كل ما كان قيمة البريشر المتولد في طبقة الزيت بتقل، وبالتالي درجة الحرارة تعتبر بارامتر رئيسي بيؤثر تأثير مباشر على البرفورمانس بتاعة الكرسي بتاعي. من الحاجات اللي احنا نلاحظها برضو ان انا مثلا الرسمة اللي قدامي دي بتوريني عمود لي سايد فيو ولي اليفيشن. الاحظ في الاليفيشن ايه؟ ان الجزء الاصفر ده هو بيمثل البيرنج، والجزء الابيض ده بيمثل لي بتكلم دلوقتي على مسقط الاليفيشن اللي على ايدي اليمين. الجزء الابيض ده بيمثل لي طبقة الزيت والعمود في الوسط. الاحظ ايه؟ الاحظ ان قيمة طبقة الزيت من تحت اصغر منها من فوق، لان العمود نتيجة الاحمال اللي عليه بينزل لتحت. صح، ما بيلمسي الجورنال، ولكن بيكون الكليرنس اللي تحت اصغر من الكليرنس اللي فوق. ولاحظ ان في بريشر ديستريبيوشن بالشكل اللي هو واضح قدامي، بيكون ليه قيمة تقريبا استدي في منتصف طول الكرسي، وبيقل على الاحرف نتيجة ان عند الاحرف دهيا الزيت عادة بيخش من منتصف الكرسي، يعني منتصف طول الكرسي. يعني لو احنا شفنا ان البيرنج ده هو لو كان طوله في الاليفيشن كده، طول الجزء الاصفر المستطيل الاصفر ده لو كان طوله مثلا نقول مثلا 10 سنتي، هلاقيه في المنتصف بتاعه بيخش الزيت للكرسي من المنتصف، منتصف 10 سنتي يعني بعد 5 سنتي من كل من الطرفين. لكن نتيجة ان الزيت بيخش وبيتحرك بين الكرسي وبين العمود، بيبتدي بعد كده ياخد مساره الى احرف الكرسي ويخرج من الطرفين من الشمال ومن اليمين. وعشان كده البريشر الاقيه عند الاحرف بيبتدي من قيمة كونستانت في المنتصف بيقعد يقل عند الاحرف لغاية لما يوصل للصفر، نتيجة ان الزيت بيخرج لايه؟ الى برا الكرسي، ويبتدي يتجمع في نتورك او في بايبز، ويبتدي يتحرك على الكونتينر عشان يعدي بعد كده عن طريق للترومبة عن طريق مصفى او فلتر، ويكمل ايه مشواره بطريقة تانية. هنتكلم دلوقتي على السليكشن او اختيار الجورنال بيرنج. ازاي اختار الجورنال بيرنج؟ وهي المقصود باختيار الجورنال بيرنج ان ازاي ان انا احدد ابعاد لكرسي محور قابل على انه يشتغل ويشيل الاحمال اللي عندي. السليكشن عادة بتاع الجورنال بيرنج بيعتمد على 3 بارامترز رئيسيين. اول فاكتور بيأثر لي في اختيار الكرسي هو قيمة النورمال ابلايد لود، والمقصود بالنورمال ابلايد لود اللي هو الريديال رياكشن اللي هو في الاتجاه واي، اللي هو الرياكشن اللي احنا بنجيبه من قوانين الاتزان اللي هما سيجما اكس تساوي صفر وسيجما واي تساوي صفر وسيجما مومنت بتساوي صفر، واللي هو الرياكشن الرأسي اللي هو في الاتجاه واي. وده بيكون معادل لتأثير القوى الخارجية اللي موجودة على العمود تأثيرها عند الجورنال او عند الركبة بتاعت الايه الشافت عند الكرسي، ودي عادة بتبقى بالنيوتن او بالباوند، لكن احنا طبعا شغالين بالنظام المتري فهي بتحسب عندنا ايه او بناخدها في الاعتبار بالنيوتن. دي اول حاجة. تاني حاجة السبيد بتاعت العمود، ودي اللي هي روتيشنال سبيد وليس اللينير سبيد. وروتيشنال سبيد هي بتبقى بالار بي ام او الريفولوشن بير مينيت او بالريف بير سكند، لكن احنا عادة بنشتغل بالايه بالار بي ام او الريفولوشن بير مينيت. وتالت حاجة الجورنال ديامتر اللي هو عندنا اللي هو اسمه اللي هو الشافت ديامتر. دلوقتي لو احنا هنتكلم دلوقتي على انواع الكراسي او تايبس اوف جورنال بيرنجز، هنلاقي الجورنال بيرنجز فيه مجموعه كبيره من الانواع، او النوع اللي احنا بنسميه رابنج بلين بيرنجز او احنا بنسميه الدراي بيرنج. الدراي بيرنج ده هذا النوع من الكراسي بيبقى عنده المقدره انه يشتغل في حاله دراي، اي في عدم وجود لوبريكانت،
وطبعا طالما ان احنا بنشتغل في حاله دراي ومفيش لوبريكانت، يبقى ده في خاصيتين عنده او في اتنين ليميتيشنز اساسيين موجودين، اللي هما ان اللود بتاعي بيكون في حاله اللود الصغير والسبيد بتكون صغيره. دي او ده ايه دي الخاصيتين دول، يعني هذا النوع من الكراسي لا يستخدم الا في حاله اللود الصغير والسبيد الصغير. عاده هذه الكراسي بتبقى نون ميتاليك بيرنجز، بمعنى ان هي ما هيش معدنيه، اما بتبقى ثيرمو بلاست او ثيرمو سيتنج بلاستكس، اللي هو ثيرمو بلاست والثيرمو سيتنج، او بعض الناس بيسموه ثيرمو بلاست وديرو بلاست، اللي هي يعني انواع بلاستيكيه اما ثيرمال او ثيرمو سيتنج. ده النوعين الاولانيين. والنوع التالي بيبقى ناتشرال اند ارتفيشال رابر، ممكن يكون من الرابر طبيعي او صناعي، كذلك ممكن يكون من الوود اللي هو من الاخشاب، برضو في بعض انواع الاخشاب بتستخدم برضو ككراسي. بالاضافه لكده طبعا في دلوقتي المواد المؤلفه اللي هي الكومبوزيت ماتيريالز، ودي بتبقى البيز بتاعها عاده بيكون بلاستيك ريزن، يعني البيز بتاعها من البلاستيكات، وبيضاف لها بعض الاضافات زي الجرافيت، زي الكبر، زي الايرن، بس الحاجات دي بتضاف لها في هيئه بودر وبنسب معينه لتحسين خصائص البلاستيك، لان البلاستيك من اهم خاصيه ليه او العيب الرئيسي اللي فيه اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته، اللي هو توصيليه للحراره، بتبقى بتاعته شبه منعدمه او منخفضه جدا. فده بيعني ان انا لما بستخدم كرسي من البلاستيك بتولد فيه حراره نتيجه احتكاك العمود اللي بيلف بسرعه بطيئه وعليه حمل صغير، بصرف النظر حتى لو كان الحمل بطيء وسرعه صغيره، بتولد حراره. البلاستيك بيحتفظ بهذه الحراره، ما بيقدرش يسربها او ما بيقدرش يسمح بيها ان هي تتحرك الى بقيه اجزاء الماكينه، وبالتالي بتتركز في منطقه الكونتاكت، وبالتالي بترفع درجه حراره الكونتاكت زون، وبالتالي بتؤدي الى عمليه ريدكشن كبير في الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الماتيريال اللي هي البلاستكس. واحنا عارفين البلاستكس مثلا اعلى انواع البلاستيك اللي هو البي تي اف اي، اللي هو البولي تيترا فلور إثيلين اللي احنا بنسميه التيفلون، ده مثلا بيشتغل لغايه درجه حراره 200-220 درجه مئويه، طبعا يعتبر درجات حراره ايه منخفضه. وبالتالي انا اهم حاجه عندي ان انا ازاي ان انا اسمح للحراره دي ان هي تتسرب بره وجود الكرسي، لان لو كان في زيت انا بستخدمه كان الزيت هيساعد انه ياخد الحراره من هذه المنطقه ويطلعها بره. وعشان كده احنا بنستخدم اللي هي الكومبوزيت ماتيريالز عن طريق ان احنا بنضيف لها بعض الاضافات زي الجرافيت والنحاس والرصاص، جرافيت والنحاس والكبر، بشرط ان هي ايه تزود الكوندكتيفيتي، الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها، وتساعد على ان الحراره تتحرك بره منطقه التشغيل للكرسي. النوع الثاني اللي هو البلين بيرنجز. البلين بيرنجز دي بتشيل احمال اعلى شويه من الرابنج بلين بيرنجز. يمكن العلامه هنا مش مظبوطه، لا هي بتشيل احمال اكبر مش اقل، يعني اللود كارين كباس بتاعتها بتاعت البلين بيرنج اكبر وليس اصغر، اكبر من الرابنج بلين بيرنجز. ليه؟ لان البلين بيرنجز دي عاده بتبقى بورس ماتيريال، يعني ما يعني خامات ممكن نقول ليها صفيه خاصيه الاسفنجيه، بمعنى ان هي ممكن تتشبع ب الاويل او بالزيت او باللوبريكانت، يعني بنعمل امبريجنيشن للزيت جوه المسام بتاعتها، وبالتالي وجود هذا الزيت بيعمل نوع من مخده، او وان كانت طبعا خصائصها في تحمل اللود برضه هتبقى ايه مش قويه، ولكن تحت اي وضع بتبقى افضل من الايه من الرابنج بلين بيرنجز اللي هي الدراي بيرنجز. وبالتالي فانا هشوف هنلاحظ دلوقتي اننا دلوقتي اتكلمنا على الرابنج وعلى البلين بيرنج، ولاحظنا ان البلين بيرنج بتشيل احمال اكتر شويه من الرابنج بلين بيرنجز. النوع التالت اللي هنتكلم عليه بعد كده هنلاقيه بيشيل اعلى من البلين بيرنج واعلى من الرابنج بيرنج، اللي هو الفلويد فيلم بلين بيرنج. الفلويد فيلم بلين بيرنج ده من اهم الخاصيه اللي فيه انه فيه اويل موجود فيه بين الجورنال وبين البيرنج نفسه، يعني بين الشافت وبين البوش بتاعتي.
فبالتالي فهنا بيتكون هايدرو دايناميك بريشر في هذه المنطقه في منطقه في بين العمود وبين الجورنال في الزيت اللي موجود بينهم. وبالتالي هنا ده هو بينشا الويدج افكت في بينشا ويدج افكت وبالتالي بيتكون فيه بريشر. هذا البريشر بيبقى قادر على انه يفصل بين الكرسي وبين العمود. وبالتالي في حاله البليم بيرنج هنا هيكون في ميتال تو ميتال كونتاكت بس بارشالي نتيجه وجود الامبريجنيتد اويل او عمليه الزيت اللي هو داخل في المسام بتاعه الكرسي. في حين في حاله الرابنج بليم بيرنجز دي ده موجود ميتال تو ميتال كونتاكت ولكن طبعا تاثيره هو موجود تاثيره ولكن منخفض نتيجه ان السرعات قليله والاحمال قليله. الرسمة اللي قدامي دي بتوضح لي الكرسي. هنلاحظ الكروس سكشن الكبير الدائري الكبير اللي بره ده البيرنج بتاعي او البوش اللي هي الجلبه. الدائره الصغيره الداخليه اللي هي باللون الاخضر شويه لون ده اللي هو الجورنال او البيرنج بتاعي. وفي خط اصفر مايل ده الخط اللي مر بين اللي بيصل بين السنتر لاين بتاع البيرنج والسنتر لاين بتاع الشافت وده اللي احنا بنسميه لاين اوف ايه اوف اكشن. ونلاحظ ان هو مايل بزاويه معينه مع الراسي نتيجه ايه الانحراف او الاكسنتريستي اللي حصلت للعمود نتيجه ايه التشغيل. هلاحظ حاجه هنا العمود في اتجاه الدوران بتاعه زي ما احنا شايفين قدامنا هنلاقي ان الويدج افكت بتتكون في الناحيه الشمال في منطقه الزيت لان العمود بيلف هيسحب معاه الزيت في المنطقه الضيقه. فكل ما الفوليوم يقل كل ما البريشر يزيد وكل ما البريشر يزيد كل ما هيروح عامل دفع على الكرسي وعلى الشافت فيبعد الاثنين ايه عن بعض. وده تمثيل لعمليه الايه الويدج افكت اللي ايه بتظهر لي في الفلويد فيلم بلين بيرنج. وبالتالي فتكرارا لما سبق فان عمليه الديتكشن اوف تايب اوف بيرنج يعني تحديد نوع الكرسي في الواقع هو لسيره الابلكيشن. يعني لو احنا عندي ابلكيشن معينه عايز اعمل كرسي معين فهو بيتوقف على العوامل التلاتة اللي قدامي دول اللي هم الريديال لود اللي هو النورمال لود يعني الريديال لود والسبيد والديامتر. السبيد بتاع العمود والديامتر بتاع الشافت والريديال لود اللي بيأثر عند الايه الكرسي بتاعي. قدامنا دلوقتي لوحة دايجرام بين محورين اكس وواي. الاكس بيمثل لي سرعه العمود الريتنشنال سبيد بتاعته الار بي ام والمحور الراسي بيديني اللود بنيوتن. هنلاحظ هنا عندنا الار بي ام هنا عن تحتي لغايه مليون لفه واللود بتاع لغايه 100,000 نيوتن. والرسم اللي على الشمال اللي على اليمين من فوق دي ده بيوريني برزنتيشن لثلاث حاجات اللي هو السرعه واللود والدامتر بتاع الشافت. في المنحنى ده هنوضح فيه دلوقتي المدى او الرينج اللي بيشتغل فيه كل نوع من انواع الكراسي. يعني اول حاجه اللي ظهر قدامنا دلوقتي ده الرابنج بليم بيرنج. هلاحظ ان هو محصور في مدى احمال صغيره وسرعات صغيره. يعني السرعات بتاعته اقصى ما فيها بيوصل في حدود 100 ار بي ام. الاحمال اقصى ما ممكن يكون 100,000 نيوتن. ولكن لاحظ ال 100,000 نيوتن ده عند سرعه 1 ار بي ام و2 ار بي ام مع الاخذ في الاعتبار ان مثلا السرعات العاديه في الدوران اي موتور بيدور اي عمود بنلاقي السرعات بتاعته تروح ابتداء من 500 لفه وتوصل ممكن لغايه 3000 لفه في الدقيقه. يعني عايز اقول ان احنا بنشتغل على رينج اوف سبيدز منخفض ورينج اوف لودز برضه منخفض. والرينج بتاع اللود عندي ان هو تلاحظ ان هو يعني المنطقه اللي هي اللي تقريبا فيها التشغيل اللي هو من 1000 نيوتن لغايه 10,000 نيوتن. 1000 نيوتن
لغاية ايه 10,000 نيوتن. كل خط من دول مكتوب عليه قطر العمود، يعني لو لاحظ عند 1000 نيوتن مثلا، عند 1000 نيوتن مثلا مع يعني الخط الاولاني الخط العادي اللي هو عند 1000 نيوتن عند الديامتر بتساوي 5 ملم، ده القطر العمودي اللي هو لو عندي السرعة 1000، لو عندي حمل 1000 نيوتن وقطر عمود قطره 5 ملم، ممكن استخدم فيه كراسي مثلا ممكن تمشي لغاية سرعة في حدود مثلا 30 أو 40 RPM. ألاحظ لو السرعة كانت لو نفس القطر 5 ملم، لو السرعة زادت عن 40 RPM هلاحظ ان اللود كارين كباس بتاعتي بتقل لغاية لما توصل مثلا عند سرعة في حدود 110 أو 120، ألاقي ان الحمل في حدود 100 أو 150 أو 200 نيوتن. ونلاحظ 200 نيوتن يعني في حدود 20 جرام، طبعا ده كلام ايه بسيط جدا جدا جدا، وعشان كده الكراسي بتاعت الدراي رابنج بيرنج زين دي بتستخدم عادة في اجهزة القياس في الحاجات اللي هي ايه الحركة بتاعتها تلتنج بسيط، زي عمود مثلا بيلف ربع لفة ويقف او نص لفة بيقف وبعدين يرجع تاني يلف ربع لفة، يعني في الحاجات اللي هي السرعات منخفضة والاحمال ايه منخفضة. على كل نلاحظ حاجة ان الرابنج بيرنجز بيستخدم في مدى سرعات منخفض و مدى احمال برضو ايه منخفض نسبيا. يعني لو برضو ناخد مثال تاني، لو العمود اللي قطره دي بتاعته بمية اللي هو اللي فوق خالص الخط اللي بتاع الرابنج بيرنج الفوقاني خالص اللي هو مكتوب عليه دي بتساوي 100، الاحظ ان دي بتساوي 100 ده هو هيشيل الحمل 10,000 او 15 او 10 او 20 او 30,000 حتى نيوتن، بس عند سرعة لغاية تقريبا 2 لفة في الدقيقة. طبعا ده كلام ايه يعني يعتبر خيال، زي ما بقول ده بس في اجهزة خاصة زي في اجهزة الكنترول، في اجهزة التحكم بتاعة الكنترول والسويتشز والحاجات زي كده. والاحظ ان لو السرعة زادت عن كده مثلا وصلت لحدود مثلا 5، هلاقي ان الخط بتاع الدي بتساوي 100 ابتدى ينزل لتحت، هتبص تلاقي الحمل بتاعي ايه بيقل جامد وما اقدرش استخدمه الا لغاية سرعة مثلا حدود 8 RPM وهكذا. اتوقع ان انا لما اجي اتكلم على البلين بيرنج اتوقع انه هيشيل سرعه اكبر وهيشيل نسبيا احمال ايه اكبر شويه، زي اللي هو ايه ظهر قدامي ده دلوقتي. الاحظ ان السرعات زادت شويه لغايه 10,000 RPM، بس عندي سرعات ايه لو الاحظ ان السرعه 10,000 RPM عند من احمال منخفضه، لكن لو السرعه لو الاحمال زادت شويه هلاقي ان السرعه ايه بتنخفض. وبرده هنا هو بيديني الرينج بتاع السرعات بتاع الاقطار من دي تساوي 5 الى دي تساوي 50، يعني في عندي دي ب 5 و10 و25 و50 RPM، ودي بالنسبه للبلين بيرنجز. بعد البلين بيرنجز هيجي الفلويد بيرنجز. اعتقد ان الفلويد بيرنجز اتوقع لما بيكون بقى هنا بين بيرنجز اعتقد يديني سرعه اعلى وهيشتغل عند سرعه اعلى وعلى عند احمال اعلى، وده الواضح دلوقتي اللي هو الايه قبليها اللي هو الايه الانتي فريكشن بيرنج اللي هو ده المدى بتاع استخدام الكراسي رمانات البلي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي باينه قدامي عندي هنا باللون الابيض، الخطوط بتاعتها باللون الابيض والحدود بتاعتها بخطين خط احمر وخط ابيض، والخط الاحمر مكتوب عليه ماكسيمم سبيد فور كوميرشال بول بيرنجز، يعني رمانات البلي العاديه تستخدم لغايه الخط الاحمر اللي هو المايل من طالع من تحت لفوق مايل ناحيه الشمال، ده الماكسيمم سبيدز بتاعه الكوميرشال. الكوميرشال اللي هي الايه اللي هو الانواع الدارجه العاديه اللي ممكن الواحد يجيبها على طول ايه من عند الهاندلر او من عند التجار بتوع الايه الكراسي. الخط الابيض بيديه الماكسيمم سبيد سبيشال بول بيرنج. هنا كلمه ماكسيمم سبيد سبيشال بول بيرنج، سبيشال بول بيرنج ده اللي هو اللي احنا بنسميه كراسي رمانات البلي الهاي سبيد بول بيرنجز اللي هي بتاعت عاليه السرعات
عاليه الايه السرعات. وطبعا قبل كده احنا يمكن احنا تعرضنا لها واحنا بنتكلم على الانتي فريكشن بيرنجز، وقلنا ان الهاي سبيد بول بيرنجز دي بتبقى اسعارها اعلى كتير جدا من اسعار الكوميرشال ايه تايبس او الانواع الايه الكوميرشال الانواع التجاريه الايه العاديه. على كل هلاحظ ان هو عندي ان برضو الاقطار بتاعتي بتتراوح من 5 ملي وبتزيد 10 15 10 25 50 100 250 500 ملي متر. والاحظ ان كل اما القطر بيزيد كل ما بيشيل حمل اكبر ولكن السرعه بتاعتي ايه بتقل. يعني نمسك اي منحنى هلاحظ ان كل لما قطر يزيد اللي هو 500 مثلا ملي متر اللي هو اكبر اكبر قطر عمود عندنا الكرسي بتاعه هلاقيه بيشيل احمال عاليه، بس استخدام مدى الرينج بتاعه بتاع السرعات لغايه سرعه مثلا في حدود ايه 800 او 900 ار بي ام، في حين ال 100 بيشيل سرعه بيشيل احمال اقل، لكن ممكن استخدم مثلا لغايه سرعه ايه نظريا طبعا لغايه سرعه 10000 لفه. وان كان الاستخدام الامن للكراسي البول بيرنجز لغايه 3000 اللي هي كوميرشال لغايه 3000 ار بي ام، لو زادت عن 3000 لازم استخدم سبيشال بول بيرنجز او هاي سبيد بول بيرنجز. ده من الايه الخبره الايه العمليه. طبعا ده جه عشان يعني المنحنى ده جه عشان يوريني فين وضع الانتي فريكشن بيرنج بالنسبه للجورنال بيرنجز. المنحنى اللي طلع قدامي دي دلوقتي دي بتاعه الجورنال بيرنج اللي هي باللون الايه الاصفر، والاحظ ان هي ليها خطين صفر مايلين ستريت لاينز سلام اللي هو طالعين من تحت يمين الى فوق شمال مايلين ناحيه الشمال طالعين لفوق. الخطين دول بيحددوا لي حدود استخدام الجورنال بيرنج. ولاحظ ان الجورنال بيرنج بتاعي من هو برضو من قطر 500 فوق لغايه 5 تحت. وهنا الاحظ حاجه مهمه قوي 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 قوي، لو شفت الخط الفوقاني خالص بتاع دي تساوي 500 للجورنال بيرنج اللي هو لونه اصفر اللي هو الخط المنقط، وشفت الخط الابيض بتاع الانتي فريكشن بول بيرنج اللي هو دي 500، هلاحظ ان الاثنين بيتقطعوا مع بعض في نقطه، النقطه دي عند ار بي ام تقريبا في حدود 40 او 50 ار بي ام. دي معناها ايه هذه النقطه؟ النقطه دي معناها ان انا ممكن لو انا عندي كرسي او لو عندي عمود هيلف عند ال 50 ار بي ام والحمل عليه في حدود 100000 نيوتن او 150000 نيوتن، فانا ممكن في هذه الحاله استخدم اما جورنال بيرنج واما رول بيرنج، اما جورنال واما رول، الاثنين هنا عندي ايه في نفس المجال. لكن مثلا لو انا عندي عمود هيشتغل عند سرعه 1000 ار بي ام والحمل اللي عندي مليون نيوتن، فواضح ودي بتاعتي ب 500، فواضح ان انا ايه لازم استخدم هنا من ايه جورنال بيرنج، ما ينفعش استخدم ايه انتي فريكشن بيرنج، لان 1000 ار بي ام لو جيت عند 1000 ار بي ام وخدت خط راسي يتقاطع مع الخط الاحمر العلوي خالص اللي هو عند مليون نيوتن هيتقاطع مع الدي بتساوي 500، فيبقى انا لو انا عندي واحد عليه عمود عليه مليون نيوتن تحت اي وضع وهيلف بسرعه 1000 ار بي ام، فالقطر بتاع الجورنال بيرنج بتاعي لازم يبقى 500 نيوتن. على كل برضو ما زلنا برضو نكرر اللي انا بقوله دلوقتي ان هذا المنحنى ما هو الا منحنى استرشادي علشان يحدد لي تقريبا المجالات من حيث السرعة والحمل وقطر العمود اللي انا فيها ممكن استخدم اي نوع من انواع الجورنال بيرنجز، وبالاضافة لكده كمان الانتي فريكشن بيرنج. كمثال على استخدام هذا المنحنى الخط اللي ظهر ايه قدامي ده دلوقتي، الاحظ ان هذا الخط اللي هو الخط البني عندي سرعة في حدود 200 ار بي ام مع حمل في حدود 100000 نيوتن. هلاحظ ان هنا ده بيديني ان هو بيتقع بيديني نقطه، النقطه تقع على الخط السليم لدي بتساوي 500
ابيض بتاع الانتي فريكشن بيرنج، وفي نفس الوقت على الخط المنقط الاصفر الكيرف الاصفر اللي مكتوب عليه دي بتساوي 250. معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام لو انا عندي الكونديشن دي من حيث السرعه والحمل، يعني عندي حمل ب 100000 نيوتن وسرعه مثلا في حدود 200 ار بي ام، فانا في هذه الحاله ممكن استخدم انتي فريكشن بيرنج بس في الحاله دي هيبقى قطره 500 ملم، او استخدم جورنال بيرنج فلويد جورنال بيرنج الدي بتاعته ب 250 ملم. وبالتالي نلخص اللي احنا قلناه بالنسبه لهذه التشارت. هذه التشارت هي تشارت استرشاديه توضيحيه بتحدد لي الرينجز المختلفه او المدى المختلف لكل من السرعه والحمل وقطر العمود اللي انا فيهم اقدر استخدم الكراسي. بمعنى عند سرعه كام مع حمل كام مع قطر كام اقدر استخدم اي نوع من الكراسي. سرعه 10000 نيوتن مع حمل 10000 نيوتن، فلاحظ ان السرعه 10000 مع الحمل 10000 انا ممكن استخدم فيها جورنال بيرنج قطره في حدود 70 او 80 ملم، وما اقدرش استخدم فيه جورنال بيرنج، ما اقدرش استخدم فيه انتي فريكشن بيرنج. دي من النقط الاساسيه. وبالتالي هذا المنحنى منحنى استرشادي عشان احدد نوع الكرسي على الاقل اللي انا هقدر او اللي انا عايز استخدمه. وبالتالي نلخص اللي احنا قلناه دلوقتي بالنسبه للتشارت دي في النقاط الاتيه. اول حاجه it can be noted that the chart is divided into regions، يعني التشارت بتاعتنا دي مقسمه الى مجموعه من المناطق. دي اول حاجه. تاني حاجه each region كل منطقه represents the most suitable type، بتحدد لي احسن انواع من الكراسي most suitable type of bearing that can be used at a certain load and speed، يعني بتحدد لي احسن نوع من الكراسي التي يمكن استخدمها عند حمل معين وسرعه معينه. بالاضافه كده ان بالنسبه للهيدروديناميك جورنال بيرنج فهي محدده بالخطوط الصفراء المنقطه اللي كانت موجوده عندي على الشارت. دي المنطقه اللي انا بستخدم فيها الايه الهيدروديناميك بيرنجز.